السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم متابعين قناه روزلاند؟ وحشتوني جدا جدا جدا. والنهارده راجعه لكم فيديو جديد، هنتكلم عن حاجه بنستعملها كل يوم في المطبخ. اكيد دلوقتي عرفتوا احنا هنتكلم عن ايه. هنتكلم عن قطعه الخضار او التويسته او الكبه اليدويه زي ما بتسموها، او مفرمه، يعني في ناس بتسميها عده اسامي مختلفه. النهارده معايا نوع هكلمكم عنه، وان شاء الله المره الجايه هجيب لكم انواع تانيه باذن الله نعمل عنها ريفيو. النهارده هقول لك ازاي تستخدمي القطاعه دي او التويسته دي او المفرمه دي بكل سهوله، وبرده دي تنجز معاكي وقت كتير جدا جدا جدا. هقول لك برده تستعمليها ازاي، هي اصلا يعتبر يدويه خالص. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ما ننساش نصلي على رسولنا الكريم في كومنت، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. كلنا كده نصلي، ينزل نصلي على رسول في كومنت. ادينا انا باخد حسنات عشان قلت لكم، وانتوا كمان بتاخدوا حسنات عشان انتوا طبعا هتصلوا على رسولنا الكريم. وطبعا تاني حاجه بطلبها منكم، لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد ان شاء الله. وطبعا لو عايزين مننا اي حاجه نعملها لكم في القناه ما تنسوش تسيبوا لنا كومنت حلو كده، عايزين ريفيو عن ايه تاني، واحنا باذن الله نوفره لكم ونعمل لكم عنه ريفيو باذن الله. كل اللي طلباتكم يعني عيوننا ليكم. المهم متابعينا الحلوين، هننزل بقى بلاش رغي كتير، هننزل نتكلم عن المفرمه او التويسته او الكبه اليدويه او القطاعه زي ما بتسموها، وهقول لكم ازاي طريقه استخدامها، وكمان هقول لكم تقييمي ليها قد ايه، وكمان هقول لك احتياجاتك ليها قد ايه، وكمان هقول لك انت بتعملي بيها ايه. كل حاجه هنقولها ان شاء الله في الفيديو ده، وتابع الفيديو لحد الاخر عشان تستفادوا. يعني ننزل بالكاميرا تحت ورجعت لكم تاني اهوت عشان نتكلم عن التويسته بتاعتنا. الاول التويسته بتاعتنا دي بيبقى شكلها كده، هي سلاحين، فيها اتنين سلاح فوق عشان انا بس بصور نفسي احاول اربط كل حاجه. تمام، الكبه بتاعتنا الجميله دي فيها اتنين سلاح، موجود منها الوان كتير جدا جدا على روزلاند، سعرها حلو جدا جدا، عشان لو حابين تطلبوه من على روزلاند ما تنسوش تطلبوه، اسيب لكم الرقم شغال طول الفيديو علشان لو حد حاببها يعني وعايز يجربها وكده. ممكن برضو العرايس كتير جدا ما بتستغناش عنها، او ستات البيوت لازم تكون في مطبخك، يعني دي حاجه طبعا لابد منها. هسيب لكم الرقم شغال في الشاشه، ولو انتوا عايزين تاخدوا سكرين شوت علشان تبعتوه لنا على الواتساب عشان نقدر ننتقل انهي منتج انتوا عايزينه، لان في طبعا قطاعات كتير جدا وريفيوهات كتير جدا اتعملت عن اشكالهم يعني وانواع تانية. دي كده شكل مثلا معايا، بيبقى موجود منها الوان كتير جدا، بيبقى في منها الاخضر والموف والنبيتي والاحمر والابيض، كل الوانها موجوده ان شاء الله عندنا في الزيت. بتبقى جايه كده مغلفه، انا اول مره افتحها معاكم اهوت، بتبقى جايه مغلفه كده بالشكل ده. هبدا افتحها معاكم ونعرف القطعه بتاعتها. دي اول قطعه موجوده فيها اللي هي الغطا من فوق، طبعا فيها دراع من هنا، بصوا هنا المكان ده كده ليه دراع. هنبدا نشوف الدراع مع بعض ده ونتكلم عن المكنه بتاعتنا دي او القطاعة دي. كده بقطع كل قطعه لوحدها، ده الدراع بتاعي اللي موجود عشان اشغل بيه التويسته بتاعتي او القطاعه او الكبه بتاعتي. تمام، موجود هنا سلاحين، حابه تستخدمي السلاحين كنبه، مش حابه تستخدمي السلاحين ممكن تشيلي واحد تستخدمي واحد زي ما انت حابه. عايزه بقى تعملي مكرونه بشاميل وتفرمي بصل ماشي، عندك لحمه مثلا ومفرومه جاهزه وعايزه مثلا تحطي عليها بصل عشان تعملي الكفته والتوابل وكده تفرميها هنا ماشي، اي حاجه في الكبه دي شغاله، تفرمي فلفل، تفرمي خضار، اي حاجه بتتعمل في الكبه القضاء انت ممكن تعمليها هنا وتبقى يدويه. طبعا الحاجات السهله، تمام، ما نجيبش لحمه قطع ونحطها هنا ونفرم بايدينا، اكيد مش هتعملها يعني. تمام، الاول هنحط القطعه دي اهو زي ما انتم شايفين بتتدخل من هنا كده، العمودين دول لازم يكونوا ظاهرين، مش عارفه ليه الكاميرا بتضلم كده. بصوا ده سلاحين، ده اول سلاح اهو زي ما انتم شايفين كده بيتركب كده، وده تاني واحد، كل واحد ليه مكان بيتركب فيه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. القطعه دي بقى موجوده هي دي بتتركب الاول قبل دي. تمام، القطعه دي لها هنا خرمين اهو زي ما انتم شايفينه، ثقبين اهو زي ما انتم شايفين كده، هبدا ادخل فيهم اعشقها في السلاح. تمام، اللي هو السلاح اصلا بتاع القطاعه. حلو كده، لحد كده احنا كويسين. هي بوكس علبه اهو
للسلاحين، ودي الحاجه اللي هتمسك السلاحين بتوعك، تمام؟ تقدري تتحكمي فيهم يعني بمعنى اصح. حلو كده. دي بقى برضو دي هتمسك الثقبين دول، يعني كده لسه ما مسكش قوي. دي بقى القطعه دي اللي هتثبت معاكي السلاحين بتوع المكنه او الكبه. حلو كده، احنا كده ركبناها مع بعض اهوت. دي بقى الاول هحط القطعه دي كده، بتتدخل تعشيق كده، سهله جدا، استعمالها سهل قوي قوي قوي، وبرده حلوه لو جربتيها مش هتستغني عنها. بسم الله. لازم اهم حاجه دول يتعشقوا كويس هنا. طبعا حاجتك بقى وفي البيت المفروض طبعا تكوني كده صبوره عليها وتستخدميها كويس عشان ما تبص مني. انا لو حابه استخدم سلاح واحد مثلا هبدا اجيب ده كده كده زي ما انتم شايفين، تمام كده، فرمة بصل زي ما قلت لك، فرمة اي حاجة زي كده، تمام؟ ده كده هيشغل السلاح ده زي كده بالظبط. هعمل حاجة وارجعلك. بصوا ده هنا بيحرك السلاحين الاتنين دول مع بعض، السلاحين دول اللي بيتعشقوا هنا، ده اللي بيحركهم، الدراع ده كده هو اللي بيحركهم. طبعا لازم تكوني متحكمة كويس، وبرده ما تكونيش حاطة حاجات كتير علشان تقدري تتحكمي فيها، تمام؟ ده الدراع ده كده معايا شوية. بس بصوا هعلمكم الأول دي بتتركب ازاي، عشان كانت معصلة معايا شوية مكنتش عارفة تتركب ازاي. فالمهم دي فيها مجرى اهي اهوت، وهنا طبعا ليها مكان هنا. فدي الأول هتخش واقفة كده عشان تخش في المجرتين بتوعها دول، شايفين كده دخلت خلاص. نبدا بقى نزق القطعه على تحت دي سنه جوه بس كده بقى. القطعه بتاعتي هتيجي اي حاجه جوه، القطعه بتاعتي جاهزه. السلاحين احنا طبعا شغالين اهو، تحبي تفرمي اي حاجه اي حاجه، دي سهله جدا 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 معاكي، واستخدامها سهل وتنظيفها سهل يعني. وبرده في طبعا ما فيش بيت يخلى منها طبعا، او ست بيت او عروسه او اي حاجه، مش شرط بقى يكون عندها الكبه اللي هي الكهرباء الكبيره دي، برده ممكن انك تعملي حاجه بسيطه جدا صغيره، ومش محتاجه انك تطلعي الكبه الكبيره او الهاند بلندر بتاعك او الكلام ده كله. دي طبعا سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين كده، سهله جدا. يعني مثلا لو حاطه خضار مقطعه خضار مثلا، هفرم مثلا يا جماعه هعمل محشي ومحتاجه اقطع الخضار بتاعي قطع صغيره، هقوم جايبه الربطه مقطعاها كويس ومظبطاها ومقطعاها نصين، وابدا احطها هنا في المكرونه دي، وابدا افرم فيها دي الف فيها دي. دي ابسط حاجه. بصله مثلا عايزه تبشريها او عايزه تقطعيها قطع صغيره، هتحطيها تقطعيها اربع ارباع وتحطيها هنا وتبداي. دي استخداماتها، عشان في ناس مش عارفه دي بتاعت ايه وبتستخدم ليه. يعني انا عندي في المحل كل ما حد يجي يخش، هي ايه دي؟ هي ايه دي؟ هي ايه دي؟ دي يا جماعه كبه يا اما توسته خضار، يا اما قطاعه خضار، بتسمى اسامي كتير جدا جدا. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو، متنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، ولو لسه مشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. وهسيب لكم الرقم بتاعنا بتاع الواتساب اللي هتحبوا تطلبوا من عليه الاوردر بتاعكم، اذا كان ده او اي اوردر موجود على القناه هسيب لكم الرقم شغال طول الفيديو. ولو عجبكم حاجه متنسوش تعملوها سكرين وتبعتوها لنا على الواتساب، واحنا ان شاء الله بنرد عليكم. في توصيل لكل الاماكن باذن الله، يعني لكل الاماكن موجود توصيل، ما تقلقوش من حاجه زي كده. يعني لو انت حتى في الساحل في شرم في الحتت دي كلها بوديها بقى، لو حتى في اسوان يعني عندي شحن ان شاء الله وباذن الله موجود في اي مكان. دي كان الريفيو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا بحاجه. طبعا زي ما قلت لكم موجود منها الوان كتير جدا جدا جدا، لو فارق معاكي لون او حابه تلاقي مثلا عندك على حاجات مفيش اي مشكله، الوانها كلها موجوده ومتاحه، سعرها بسيط جدا جدا جدا، ولازم طبعا تكون موجوده عندك. وطريقه تخزينها سهله جدا، هتبداي تفتحي كل قطعه زي ما هوريكي دلوقتي. انا كده خلاص خلصت شغلي وعايزه اخرج حاجتي. دي كده شلتها، دي اول قطعه اللي هي المقبض، لازم نحافظ على القطعه دي كويس جدا. وهقول لكم تخزنوها ازاي عشان ما القطعه دي ما تضيعش ولا حاجه، تبقى الدنيا بتاعتك دي كلها باظت. هنفتح كده القطعه اللي فوق ونخرجها من المجله بتاعتها كده بالشكل ده. ودي القطعه الثانيه اللي معايا اهوت، دي القطعه الثالثه الرابعه، ودي السكينتين، وده البوكس، تمام؟ بصوا
حاجه سهله جدا جدا جدا. هنغسل ده كويس وننضفه وننشفهم، لازم ننشف السكاكين بتاعتنا دي كويس جدا جدا جدا. طبعا دي احنا بنعمل بيها اكل فعشان ما تفضيش ولا يحصل لها حاجه، فوطه كده وننشفها معاكي على طول. تمام، نركب تاني مع بعض عشان تعرفي طريقه تركيبها. اهو معايا ده كده القطعه دي، ومعايا ده ودي هنخلو في المجرى زي ما قلتلكوا بقت معايا بالشكل ده. هتيجي تقفل معاكي كده مش هتقفل على طول لو عصلجت يعني، تبداي تزقي ده كده لجوه تبداي تدخلي دي. تمام اهوت، تبداي بقى تشغلي تحت. طبعا انا بقى كده خلاص خلصت الريموت بتاعنا كنت بقفله معاكم، هبدا بقى احط الدراع ده لما تيجي تخزنيها وتعنيها بعد ما تخلص شغلك لازم تحطي الدراع ده هنا عشان لو ضاع يبقى مشكله كبيره جدا ليكي ومش هتلاقيه اصلا. تمام كده الريفيو بتاعنا النهارده يكون خلص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو لسه اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه لو عجبكم محتوانا يعني. وان شاء الله في عندنا لو لسه انت اول مره تشوفنا في حاجات كتير جدا في القناه، اتمنى تخشوا تقلبوا في الفيديوهات، فيها ريفيوهات كتير جدا 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 وفيها عروض حلوه جدا جدا. اتمنى ان انتم تشوفوها واتمنى يكون خفيف على قلبكم وما اكونش طولت عليكم. اشوفكم الفيديو الجاي في ريفيو جديد، لو عايزين اي حاجه اعمل لكم عنها ريفيو اكتبوا لي في الكومنت في الكومنتات تحت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم الفيديو الجاي على خير يا احلى ناس في الدنيا.